السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أحمد قناة كيما قلت قبل أن نبدأ. غزل اللايك واشتركوا ما كنت مشترك فعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ولا تنسونا من الدعم. هذا الكود الخاص فيني، القطع الآلية من حفر الصيد. طيب، في هذه المهمة كنت مطلوب منك تجيب سنارة وتروح للأماكن اللي فيها اللي هي الصيد وتطلع القطع منها هذه اللي أنت تحتاجها. أبدا تجمع منها ثلاث قطع وبالتالي تنهي معاك المهمة. تنزيل ملفات العاملين من خوادم IO القديمة. هذا الجهاز اللي هنا، هذا في نزل من هنا، انزل مع النزلة هذه، اطلع يمين زي كذا وتحصل هذا الجهاز. اوضع لي هنا، حط مدخل الفحص، بنحاول ادخل التالي، الكاتب مجرد رؤية. شخص اخر. اوكي، تحط التالي 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 لين ما يفتح معك الجهاز بالقرب من قاعدة السبعة الأمامية. الآن أنا هنا عند البداية، فهذا هو مكانها. طبعا لها أكثر من مكان، لكن هنقول هذا المكان اللي كان أقرب بالنسبة لي، بالقرب من مقياس الزلازل. المكان اللي قبل شوي والغير ده يلعب كذا، فشكله تحت. هذا هنا. إذا اقترب الحصن مسافة 50 مترا من المقياس.